الله يجعل البركة بلا ما نبقاو نديرو فهادي سائل اخرى لا خالته خالته انا بديت تاجوني اللي جاوب هاد المرة ابيل تشوم كاع الله خلينا ندخل المرت قسما بالله وراني كنحمل مسؤولية السبيطار انا جيت عليهم وقلت لهم بنتي جات طنجو كيعمروا لها كيبقاو 18 20 وانا فتحوا لها وما نعرفش شحال كيطلع لها طنجو 20 18 20 17 ما كتفوتهاش كتطلع وراه قال لي غنولدو باش ما تموتش التربية في كرشة وبنجو واش ولدت في الوقت ولا قبل الوقت؟ وقتها شهر انت شحال انت كتقولي نولد بنتي بالسيزاريان باش ما تموتش بنتي واش هاد الطونسيون مريضه بي اصلا ولا هي طلع ليها مع 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 الولاد؟ لا مع الولاد مع الولاد طلع ما نقدرش نكذب على شي حد ولكن هما كتحمل المسؤوليه انا ما عارفه حتى شي حاجه انا ما عنديش الامكانيات باش نولد بنتي في كلينيك وانا كنديرها في ميناج كون عندي الامكانيات انا ما نقدرش نخلي بنتي ضايعه واخا الوقت اللي خرجتيها واش قال لك هاد الدواء ديال الطونسيون؟ حد جيت خرج بنتي ومشيت شد هذاك ما لقيتي ما لقيتي لا طبيب يدوي معاك يقول لك هذه البنت راه فيها الطونسيون ما كان حتى شي واحد ما دويت مع حتى شي واحد دخل لي حل لي سكيورتي هزت بنتي مشيت بها بنتي غاده واخا فاش جبتي بنتك تولدي شنو طلبوا منك شنو قالوا لي انا ما عرفتش حتى واحد ما قال لي واخا يوسف انا اللي تربي الزوج تغدى بها اليوم غتغدى بالسكسكسو ديالها دابا هذا هو المشكل يوسف واش قالوا لكم السيده راه فات طونسيون حتى الريجيم حتى الدواء قبل من هذاك الشيء السيده كيطلع لها طونسيون قبل ما تولد كيطلع لها طونسيون 18 ل 20 كيخرج تطلع لها طونسيون كيخرج لها الدم من النيفه ثلاث ايام سيدة كتقيت على الطونسيو تكفر لها الدم من يوفا داوها قال لها واخا 1000 درهم واش كتخلصوها لا كيس ولا فين تتخلصوها؟ ديال البزار اللي كيدفع عباد الله ماشي كتعطيوها في لاكيس لا هذيك النشوه باش كتدخل تولد والناس مساكن على هو كاين الناس وكاين الجهالات وكاين بزاف ديال الناس ولا حنا ضعنا في واحد المالاف وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا انا ما غاديش واخا تكفي هادشي لهاد الفاجعه هادي كما شفتوا راه لافته مكتوبه بالمجان العمليه القيصريه بالمجان اذا هذا الموضوع هذا راه ماشي جاري به هذا العام ولا ذاك العام ولا راه اعوام هي يعني حالات هي يعني هذه كانها نقولوا تشاش وقع التي افادت الكاس نعم اذا هنا راه النهار الجمعه في حد ذاتها كانت واحد الحاله جبناها احنا بيدينا انا والاستاذه المهم اعتقناها هذيك مناش لان كانت تيلاد غادي توفى وكانت كانت الام تاهي كانت غتوفى اذا ولينا خدينا لومبيلونس مشات لوبيتال ديال الهاروشي الحمد لله تعتقات السيده والامور مزيان ولكن ذاك العام راه حاله ما تعتقاتش راه تيلاد توفى في البلوك تيلاد توفى يعني تجمعات القضيه اذا فين ولينا بان السيده راه مات لها تيلاد لا داعي باش انك تهضر سيده راه مشات هزات الشاكوش ديالها جات باش تولد ولا هزات الشاكوش ديالها ومشات لدارها يعني انا لله وانا الى راجعون دائما حنا انا لله وانا الى راجعون اذا فين غنبقاو بهاد الحاله بغض النظر بان الساكنه دائما عارفه بان هاد لوبيطال هذا راه ديال الساكنه وديال الحي ديال المنطقه كامله واللافته راه هي مكتوبه استاذي راه اللافته مكتوبه بالمجان عمليات قيصريه بالمجان
حنا كمجتمع مدني درنا مؤخرا هاد غير اليوم اللي فات هاد الاسبوع اللي فات درنا واحد لقاء اللي هو مع المدير ديال المستشفى، حطينا فيه هاد النقاط ومن ضمنها النقطة ديال الولادة، وقلنا غنتعاونوا باش اننا ان شاء الله بهذا الشيء ما يكونش اذا كنت فاجئوا بان اليوم اللي وقع واللي وقع. اذا حتى لين حتى لين حنا كاين طبيب واحد يعني هنا هذه القضيه ديال 1000 درهم راه انفو كتدخل كيقول لك واش غتولدي ب 1000 درهم، واش كنقول لهم اش ما معنيتها؟ راه عندك البلاكه مكتوبه فيها بان العمليه القيصريه بالمجان ولو يكون طبيب واحد. إذا فين وصلنا حنا؟ الأم ما عندهاش، أقسم بالله العلي العظيم، إلا كاينين شي وحدات كنجيبوهم كتقول لك ما عنديش ما ناكل، رانا جامعة الفلوس باش غنعطي للطبيب، إذا ملي كنوقفوا أجي أختي واش أنت ممكن أنك تشهدي بأنك عطيتي للطبيب هاد الفلوس هادو اللي ما عندكش؟ كتقول لك لا ما نقدرش، غيقتلني وصل من البلوك. إذا كي غتكون؟ لهاد الدرجة، أقسم بالله العلي العظيم، إلا قلت لك أنا بأن كنقول لها مثلا واش أنت بإمكانك تعطي هاد 1000 درهم سيري دخلي للكلينيك سيري هذا راه ممكن أنك كتقول لك أنا ما لقيتش راه جا وقال لي ودي ممكن أنك تعطي هاد اليوم. نعم إهمال ولا تقصير؟ هاد السؤال هذا طرحناه في الاجتماع اللي كان وقع، كيقول لك أين الدليل؟ أين 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 الواقعة؟ اين هذا باش غادي نشد انا باش شفتي بان انت هذه الحاله هذه اعطات للدكتور مثلا واحد الرشوه او لا اعطات لواحد الماجور واحد نعم ما يفيد. نعم اذا هنا لقينا بان دائما شكون كيوقع فيها هما الساكنين. كان السبت البارح خرجت السبت خرجت خرجت ديالها وديال ميمتها وديال العائله وديالكم نتوما مزيان اخويا حنا كنشوفوا دابا كلشي مصدوم اخويا حتى واحد ما بقى على خير اخويا ما كان عندها حتى شي اعراض اختي والو صحيحه اخويا ما عندها حتى اعراض ما عندها صحيحه لابس عليها ولكن كانت كتعاني من الطونسيون غا في الولاده ملي بغات تولد اختي طلع لها الطونسيون غا في الولاده اختي صافي في الولاده ما كتعاني ولدت عادي اختي عادي مشات فرحانه بوليدها الطبيب باقا في الحياه باقا في الحياه الله يرحمها مزيكينا مسلم بالنسبه للمستشفى هذه اول حاله وفاه ولا دائما كيوقع ما عرفت اختي من كذب عليك اختي ما عرفت الله اعلم اختي الله اعلم 18 عام عندها درويشه باقا صغير عندها 18 عام بارك علي خويا سخبانه واش انا كنقول لك العامل فراشو والمندوب فراشو والمدير فراشو وكتدخل من الباب ليك يقول لك خويا كتقول لي ولدي يقول لك 1000 درهم 1000 درهم لاش هادي نوار ما كيعطوك لا روسي لا والو لاش روسي انت دايره الطرق ملتويه صاحبي سمعنا بان هذا الدكتور هذا معروف هذا من زمان كيخدم بالطريقه هذه وانت هذا هو من المفسدين اللي تسلطوا على هذا السبيطار من زمان ما كانش هكا راه كان الدكتور وديع راه كان هذا السبيطار كيدي ديما احسن مستشفى في الولاده ولا في النقا ولا في كل شيء حنا جا هذا هنا جا هنايا هذا راه كانت عايشه الدويري الدكتوره كانت ديطاشي عندنا هنايا ديال مديونو كانت هنا باش التريال